واحنا بننتظر الرب. وحابب في البدايه ان انا ارحب كمان بكل المشاهدين اللي معانا في العالم كله بتاع قناه الكرمه، بنرحب بيكم. والنهارده ربنا عنده وجبه جديده لينا، النهارده ربنا هياخدنا في رحله جديده، في رحله جديده في محضره كده. انا عارف ان احنا نقف كلنا في محضر الرب ونقرا مع بعض مزمور 100. مزمور 100، انا عارف المزمور محفوظ، لكن لو يقدروا الشباب يحطوه على الشاشه. خلونا ندخل الى محضر الرب، خلونا كلنا نكون زي ما بيقول الكتاب محصورين في الروح ورافعين عينينا. انا عارف ان كلكم بتحبوا زياد وبتحبوا لولو واللي بيرنموا، واقولكم لله في القسيس اتس فاين، بس يعني لكن النهارده احنا جايين للرب، جايين نفرح بالرب، جايين نتعذب بالرب، وجايين نهتف للرب، وجايين نفرح بالرب، لان هو الرب هو اللي هيغير كل حاجه، هو كل حاجه في حياتنا. خلونا نقرا مع بعض مزمور 100. مزمور 100 بيقول عنه الكتاب مزمور حمد، والرائع ان احنا ندخل ابواب الرب وندخل بيت الرب بالحمد وبالتسبيح. يقول كده المرنم: انتفي للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بترنم، اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا ابوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لان الرب صالح. لا انا عايز اسمعها صوت عالي، لان الرب صالح. لان الرب صالح. 2014 بكل ما مر فيها من مصاعب، من ضيقات، من الام، من كلها في النهايه تشهد ان الرب كان اله صالح. لان الرب صالح الى الابد رحمته، والى دور فدور امانته. تمام، نصلي. يا رب بشكرك لانك اله صالح. بشكرك يا رب لان حياتنا بتشهد انك اله صالح. بشكرك يا رب لانه كل لحظه في حياتنا مرت لولاك يا رب في حياتنا ما كانش عدت. يا رب جايين النهارده ندخل الى محضرك يا رب بترنم، بالهتاف، بالتسبيح. التسبيح رب اللائق بجلالك، وحدك رب مستحق كل سجود واكرام وحمد. جايين يا رب النهارده مش عشان نشوف بعض ولا علشان نبقى فرحانين ببعض، لكن جايين النهارده رب ولينا هدف واحد، هو ان احنا نسجد امامك ايها الملك. جايين يا رب النهارده نعلي اسمك، جايين يا رب النهارده نهتف ليك. جايين يا رب النهارده بنضع قلوبنا وحياتنا امامك يا ملك الملوك ورب الارباب. جايين يا رب النهارده ولينا اشتياق ان يا رب ترنمنا وتسبحنا تتنسبه انت يا رب، انت كرائحه بخور زكيه امامك. وجايين يا رب النهارده محتاجين انك تفتح فاك وتعلمنا حاجه جديده. يا رب كلنا مشتاقين، يا رب كلنا زي صمويل بنقول لك تكلم تكلم يا سيد، لان عبدك سامع. ادينا رب النهارده القلب اللي بيسمع، ادينا رب الاذان اللي بتصغي، ادينا رب النهارده ان قلبنا يكون فعلا مستعد لكلمتك تنزل فتتغرس وتغير فينا. تعالى رب غير فينا، تعالى رب عيد تشكيلنا مره ثانيه، تعالى رب املانا ملء جديد يا رب روحك القدوس، تعالى رب اصنع مني ومن اخواتي يا رب وعاء جديد يا رب كما يحسن في عينيك انت ايها الفخار الاعظم. يا رب ما نسمحش ان احنا نخرج يا رب زي ما دخلنا، ما نسمحش يا رب ان احنا ما نبقاش بنتغير، لكن يا رب غير فينا عشان نشبه صوره ابنك يسوع. يا رب انا بصلي من اجل عبيدك اللي هنا واللي في السكه، بصلي من اجل المشاهدين في كل العالم، المس الكل يا رب، لان اعين الكل اياك اياك تتركك، ليك يا رب كل اكرام ومجد. امين.